ولذلك على طالب العلم أن يحرص على أن يقرأ كلام السلف رحمهم الله وأن يرجع إلى كتبهم حتى يسلم، لأنه يريد أن ينشر خيرا، إن كان يريد أن ينشر خيرا من أجل أن يؤجر فلا بد أن يعود، لكن كان يريد أن ينشر شيئا من أجل إثارة أو مثلا مثل ما يقال بيان قوة معلومة أو أنه أتى بعلم لم يأتي به من قبله فهذا أمر آخر. لكن الحديث مصبه أن الأصل في طالب العلم أن يعلم الناس من أجل أن يتعلموا ليعملوا فيؤجر، هذا هو الهدف. عد إلى ما قاله وارجع إلى ما قاله السلف، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز، قال قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا،